صباح الخير، شكرا. أهلا وسهلا فيكم في اليوم الثاني من مبادرة أقرأ، مبادرة إثراء، وهي طبعا فعالية إثراء وإحدى مبادرات أرامكو، وإن شاء الله يكون يومكم يوم نشاط. واليوم سيكون حافل أيضا بالفقرات، ونأمل أنه يوم أمس كان أيضا يوم يعني نافع ممتع ماتع للجميع. في هذا اليوم طبعا سنركز على مجموعة من الشباب القراء، ولكن كل حد من المشاركين سيلخص إما نتاج ما قرأ أو ربما يلخص تجارب شخصية. والجميل أو اللطيف في هذه المشاركات أن كل مشاركة، ولسبب قلت كل مشاركة لأنه ما شاء الله المشاركات أكثر بكثير من المشاركين، وهذا طبعا شيء يحسب للمرأة بكل الأحوال. لدينا 9 مشاركين. شوف، اللغة العربية أحيانا أقول ظالمة، يعني إذا كان 1,000,000 امرأة ورجل سيعامل معاملة المذكر، ما بعرف إذا هذه يجب أن يعاد النظر فيها أم لا. بكل الأحوال ممكن أقول أنه 8 مشاركات ومشارك في هذه الحالة، لكن كل مشارك سيقرأ نصا، ولجنة التحكيم لها دقيقة لكل أحد من أعضاء اللجنة لكي يسأل أو يعلق ربما. فاسمحوا لي أن أرحب بلجنة التحكيم الموجودة معنا الآن، الدكتور عبد العزيز السبيل، الأمين العام لجائزة الملك فيصل. أهلا وسهلا فيك دكتور، سعداء أنه تعرفنا عليك كمان من قبل وجها لوجه. الدكتور سلطان العمامي، رئيس اتحاد كتاب الإمارات والشاعرة، والتي دائما تتحفنا ليس بروضة بل برياض من الشعر، الأستاذة روضة الحاج من السودان. أهلا وسهلا فيكم. لن أطيل حتى نكسب الوقت، سأدعو أو قبل ذلك لكيو آر كود كالعادة يمكن لكل الحضور أنه يعملوا سكان. أحيانا بنحاول أنه نجد الترجمات باللغة العربية لبعض المصطلحات، فاسمحوا لي لأنه أنا من المدافعين عن اللغة، لكن أحيانا نضطر نقول المصطلحات الدارجة، ولا أرى ذلك عيب في ذلك. بكل الأحوال يمكن للجمهور أنه يعمل سكان، يمسح الكيو آر كود ويعطي رأيه نتيجته لكل مشارك إذا بتحبوا طبعا، لأنه ستعلن فيما بعد، لكن القول الفصل للجنة التحكيم. لن أطيل، سأدعو المشاركة الأولى، مريم أحمد بعود من المغرب. سنشاهد فيديو ثم تتفضل. بدأت أكبر وبدأ يكبر معي حبي للكتابي شيئا فشيئا، إلى أن اعتبرته جزءا لا يتجزأ من هويتي الخاصة. نشأت في بيت محب للكتب منذ صغري، ونحن نملك في البيت مكتبة. وربما في طفولتي المبكرة، لا أزال أذكر ربما الابتدائية، كونت مكتبتي الخاصة. شعور أن تكون مكتبتك الخاصة شعور جميل جدا جدا جدا. هي كتبك لك وحدك، ولن يشارك فيها لن يشاركك فيها أحد، لدرجة أنني لم أحب يوما استعارة كتب من المكتبة. هذا أمر لا يروقني أبدا، لأنني لي كتبي الخاصة، ومتى ما شئت وأي كتاب شئت يمكنني اقتناؤه. فهذه نقطة مهمة أثرت في طفولتي وفي شخصيتي. قتلت ابنتي، أثمة أب يقتل ابنته؟ أنا فعلت ولن أغفر لنفسي، لن أغفر. هكذا يقضي المريض أيامه في الغرفة البيضاء، مكرراً ذات الاتهام، ويعلق لنفسه المشانق. لم يكن مجرماً ولم يكن بريئاً، لكم أن تحاكموه، فهذه قصته. فز من نومه على زئير المنبه، نظر إلى الأبراج المجاورة للفندق التي تبدو كصواريخ توشك على الانطلاق. أخذ سروالاً كان ملقى على الأرض ليرتديه مجدداً. لم ينتبه لبقعة القهوة التي ترطخ أطرافه. بسرعة غير ملابسه، اتجه لدورة المياه يصفع وجهه بالماء البارد. أغلق باب الغرفة وهرول إلى المصعد. ثانية، ثانيتان، ثلاث.
لماذا يمكث في كل طابق أكثر من بضع ثوان؟ كم من الوقت سيكلفه الوصول إلى الطابق السفلي وهو ما زال في الطابق العشرين؟ ربع ساعة فقط تفصله عن موعد اجتماعه، وعلى ما يبدو فإنه سيقضيها متنقلا بين الطوابق. دخل المصعد، رن الهاتف. أين أنت؟ هل اطلعت على المسودة التي أرسلتها إليك فجرا؟ يا الله! وهو يطلع على المسودة لم ينتبه إلا والمصعد قد بلغ الأدوار العليا. أوشك على سب الرجل الذي شاركه المصعد، لكنه اكتفى بالتأفف. غادر المصعد ومن ثم الفندق. ما كل هذا الازدحام بالشارع؟ تبا، هل لهذا السافر أن يصلح قليلا، أن يسلك طريقا آخر مختصرا؟ أنا على وشك أن أفقد عملي بسببه. وصل إلى مقر عمله، خطف من آلة القهوة كوبا واتجه للمصعد مجددا. دخل الاجتماع، تصنع الابتسامة وهو يصارع مشاعر الجوع والغضب والتوتر. ساعتان مذ بدأ الاجتماع، انشغل بالصفقة وحساباتها، وبعد أخذ ورد فاز بها. ذهب مع زملائه للاحتفال، وبينما هو يطفئ صفارات الإنذار ببطنه رن هاتفه منبها من جديد. إنها سيري تذكره بموعد صدور نتائج الثانوية العامة الخاصة بابنته. أوه، ألذلك اتصلت أكثر من مرة؟ لا بأس، سيراسلها فور انتهائه. جر أذيال انتباهه للطاولة مجددا، حدث نفسه. أخبار السياسة والبورصة مجددا؟ ألا يملون؟ مهلا، هل يشتري لابنته أسهما من علامتها التجارية المفضلة هدية لها أم عقدا؟ لكن ما علامتها المفضلة؟ وهل تفضل الأسهم أم العقد؟ لوهلة تملكته الحيرة، لكنه سرعان ما نسي بعد دخول الاجتماع الثاني. اجتماع آخر، لغة أخرى، مكان آخر، شجار واحتداد أصوات، ومع من؟ مديره. سحب بعنف حقيبته وحاسوبه وخرج. لم ينتظر المصعد هذه المرة، سلك سلالم الطوارئ وغادر المبنى. ساعات تفصله على وصوله إلى شقته واحتضان ابنته، فشوقه إليها وإلى الجلوس معها ينهش روحه. لكن أليس كل هذا الكد في سبيلها؟ وصل الشقة، أدار المفتاح، تسارعت ضربات قلبه. لقد نسي الهدية، هل ستغفر له؟ محال، فهي تنتظر عودته منذ أسبوع، وطوال اليوم وهي تحاول الاتصال به. ربما ودت أن تطمئن عليه، أن تشاركه نتائج اختباراتها. عاد أدراجه باحثاً عن محل مجوهرات، شده سوار ذهبي يحمل رمزاً لا نهاية تعبيراً عن حبه لها. اشتراه وهرع إلى البيت، إلى ابنته التي تقيه برودة العالم ووحشيته. شعلة، شعلة حياتي، ظل ينادي، لا يجيبه سوى الصمت الثقيل. تسللت الريبة والخوف إلى قلبه. قصد غرفتها، وهناك وجدها. وجدها ملقاة على الأرض، وجسدها متشنج الأطراف، وملامحها متهدلة. على كفها وساعديها آثار عض، وعلى فخذيها جروح لا يزال الدم ينزف منها. هم مذعورا بالاتصال بالإسعاف، إلا أن بصره وقع على رسالة غير مقروءة. بابا آسفة، لقد بابا آسفة، لم أنجح في جعلك فخورا بي، لقد رسبت. أين أنت يا بابا؟ لما لا ترد؟ لقد تأخرت كثيرا. ولحظتها أدرك أنه قد تأخر فعلا، تأخر كثيرا. شكرا، رائع. بس أنا راح أقول رائع لكل مشارك، يعني ما تأخذيش نتيجة من عندي. نشوف لجنة التحكيم، واسمحوا لي نبدأ بالأستاذة روضة دقيقة، دكتور عبد العزيز دقيقة، دكتور سلطان دقيقة. لكم حرية إما سؤال أو تعليق للمشاركة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم الإسرائيلي الجميل.
ونهاركم ومساءكم وكل أوقاتكم. سعداء حقاً أنا سعيدة بأن أكون جزءاً من هذه اللجنة في رفقة أستاذي وأخوي الكريمين الدكتور عبد العزيز السبيل والدكتور سلطان العميمي. مرحباً بك مريم. أولاً شكراً على هذا الأداء الدرامي المسرحي الجميل الذي جعل النص قصيراً. تعود الناس أن يستمعوا إلى الشعر، ولكن من الصعب عليهم أن يستمعوا إلى نص منثور. هذا الأداء الدرامي المسرحي المليء بالحركة والتعبير عبر الصوت وعبر لغة الجسد، تساعدك هذه الصور الإخراجية من الخلف، جعل الآن لم تعد موجودة يا مريم، لكن أثناء قراءتك الجميلة والصحيحة كانت الصور أيضاً تزيد هذا النص بعداً وجمالاً. كنت أفضل يا مريم ألا تقولي هذه قصته في بداية النص، وأن تتركي النص منساباً هكذا. عندما نكتب قصة لا نقول إليكم القصة، كنت أفضل أن يكون النص منساباً هكذا. بعض التعبيرات مثل جر أزيال انتباهه، يطفي صفارات الإنذار ببطنه، لم تعجبني، ولكن أعجبتني هذه المعالجة الدقيقة لوحشية العالم لماديته، وهذا الناقوس الذي قدمتيه عبر هذا النص، أن ننتبه إلى من حولنا، أن ما يحتاجه القريبون منا أحياناً قد لا يكون ذهباً ولا فضة ولا مالاً ولا أسهماً، إنهم يحتاجون فقط لأن نقول لهم نحن نحبكم، نحن معكم، وألا ننجرف خلف هذه المادية المتوحشة لعالم اليوم. الله. شكرا لك يا مريم. رائع. أنا قبل ما أعطي يعني بس الكلمة للدكتور عبد العزيز، إذا سمحتوا لي بتعليق سريع، لما قلت إنه كنت أفضل أن تقولي هذه قصتي، كنت عندما أعطي دورات في الإعلام من أكثر الأخطاء التي يقع فيها بعض الإعلاميين في الحوارات عندما يستضيف ضيف يقول له الأستاذ أنا هنا أريد أن أسألك، ليش بتقول له أنا أريد أن أسألك؟ ما أنت جايبه تسأله، مش جايبه تشربه شاي ولا قهوة. فأحياناً لا داعي لذكر ما هو أصلاً معروف. اسمحوا لي بهذا التعليق، لك الكلمة دكتور عبد العزيز. شكراً نف. جزيلاً الأستاذ روضة، بس المايك بده يكون تكون صديق معه. شكراً جزيلاً. إذا بتحب للأمام أحسن بكون. أيوة الآن. شكراً جزيلاً الأستاذة روضة الحاج، لم تبقي ولم تذر، قالت كثيرا من الكلام وأتفق معها في فكرة فهذه قصته. وإذا سمحت لي سأضيف أن الجملة الأخيرة في القصة لم يكن أيضا لها داعي، دعي شيئا للقارئ أن يتخيل بقية القصة. لكن أود أن أقول أن هذا النص هو قصة قصيرة بامتياز من حيث الزمن، نحن نتكلم على ساعات محدودة، شخصية واحدة فقط، عدد من الأحداث، ونجحت فعلا كما أشارت الأستاذة روضة بهذا التصوير حقيقة الموفق. هناك بعض الكلمات ربما أراكي بعد الجلسة لأستبدل بعضها ببعض الحقيقة لكي يبدو النص أكثر قوة. أنا أهنئك على هذا الجهد. شكرا جزيلا. شكرا دكتور سلطان. شكرا يا مريم. شكراً يا مريم، حضورك جميل وتفاعلك مع النص أيضاً الذي أشار إليه الدكتور عبد العزيز، ووافقها الرأي بأنه نص قصصي بامتياز. واضح تأثرك وإحساسك بشخصيات الحدث نفسه، وحتى لاحظت نبرات صوتك مع الحديث الذي توزعينه بين الشخصيات، كان تفاعلك بتغير نبرات صوتك واضحا. أنا ما عندي غير بعض الملاحظات المرتبطة بلغة النص، استخدام بعض المفردات. أعتقد أن هناك بعض الأخطاء الشائعة في كيفية نطق بعض المفردات أو الطريقة الصحيحة لها، يعني لا هي ليست مسودة، مسودة على سبيل المثال، لأنه شكراً.
من تسويدها. أيضا هناك فرق بين المقعد والمقعد. نعم. المقعد هو الذي لا يستطيع المشي على سبيل المثال، أما المقعد فهو المكان الذي نجلس عليه، ويقال قد يقال أيضا مقعد. لكن بشكل عام النص جميل وحييك عليه. شكرا لك يا مريم. شكرا شكرا. المشاركة الثانية، مشاركة، شفتوا عم بيقول المشاركة، من العراق هدى محمد السلمان، بدها تتفضل بعد شوي بعد ما نشوف الفيديو التعريفي عنها. في صغري كنت أحب قراءة القصص المصورة كثيرا، وفي المرحلة المتوسطة حصلت على تشجيع كبير من معلماتي في الكتابة والقصة القصيرة، وقرأت حينها بعض الكتب التي جعلتني أكثر شغفاً بالقراءة. تجربة برنامج أقرأ كانت واحدة من أجمل التجارب التي خضتها، أضافت لي الكثير وعرفتني على قراء رائعين من مختلف الدول العربية، وكان الالتقاء بعدد من الكتاب والمبدعين ملهماً ومثرياً جداً بالنسبة لي. كان للعائلة دور كبير جداً في دعمي وتحفيزي، وأخذي أيضاً إلى المكتبات ومعارض الكتب كلما سنحت الفرصة. ألقيت بالأمس نظرتي الأخيرة على ظلك في حديقة جدي، لازمني خيالك جل مسافة الطريق، أرفع كمي أمسح الدمع خفية وأحاول مسح صورتك العالقة فأعجز، أفتح نافذة السيارة صارفة ذهني عنك، ولا أعرف إن كان الطريق كله مزروعا بالنخل أم أنك المزروعة في عيني، ولا أعرف لما يهرب النخل وكيف يعدو إلى الوراء منتشلا معه أرضي، أعاود رفع كم قميصي، تتسلق أصابعي وجهي، تتحسس التمر المتساقط من جفني، تمر مالح يغص به حلقي، يعيدني إلى لحظة فراقنا، لحظة شاركتني فيها البكاء بصمت، كنت تذرفين التمرة تلو الدمعة، فإذا دموعك مالئة سلتي، أعتصرها بيدي تصير جزءا منها، ثم أصافح بها كل من تحتم علي فراقهم بعد اللقاء. عزيزتي صاحبة الظل الطويل، كنت طفلة أنتظر السفر للقائك ولقاء أهلي، أزور بيت جدي الواسع كما لو أني أزور متحفاً عتيقاً مليئاً بكل ما أحب، لا تزال به مسحة من الزمن القديم، أسلم على أهله، أوزع رسومات أعددتها لكل فرد ألتقيه، ثم أخرج إليك أحوم حول جذعك، أقرفص خلفك في لعبة الاختباء، أبصر طفلين يتسلقانك يتأرجحان على سعفك، ما أعظم حنانك على الأطفال، أتراك كنت جنيناً ضعيفاً وطفلة خائفة مثلنا، أتخيل تمايل جدائلك الخضراء مع كل هبة ريح، كيف كبرت هكذا؟ أكبرنا حقاً سريعاً؟ عزيزتي صاحبة الجذع الطويل، السلم منذ أول لقاء لنا وحتى اليوم ظل متكئا عليك لا على غيرك، مختلفة أنت عن سائر النخلات، ولا ألوم جدي إذ أفنى عمره محني الظهر يسقي استقامة جذعك، يعتاض عن ضعفه بقوتك، يستبدل ارتجافة يديه بمعجزة ثباتك، إني أجد السلم يتضاءل أمام طولك كما تتضاءل أمامك كل تفاهات الحياة، هل ابتعادك عن أرضنا ترفع عن صغائر البشر أم زهد في عطاياهم؟ أم رغبة في الانكفاء وملامسة السماء؟ أم معجبة بالغيم أنت؟ إذن أمطري علينا غيثك. كلما غمرتني الشمس في صباح العيد البعيد تذكرت أنها تغمرك، يتراءى لي فستانك الذهبي منسقا مع أقراط البلح والتمر على جانبيك،
متلونا بلون السمرة في وجوه المتكئين على جذعك المستظلين تحت فيئك. ميلي على كل من أحب واغدقي عليهم خيرك وبثي فيهم سكونا ينسيهم كل همومهم وأحزانهم. عزيزتي صاحبة السعف الطويل، هل تعرفين بأنني شكلت صورتك من الطين الحر؟ لم أدرك حينها لماذا أشكل نخلة، لعلك كنت في وعي دائما أتمثلك في خاطري فيطاوعني الطين في تشكيلك. كانت يدي تصنع منه ما تحب أن تراه نخلة طينية كأنها نخلة عبد الرحمن الداخل التي رافقت غربته، فسيلة استقدمها من رصافة العرب. فقلت شبيهي في التغرب والنوى وطول التنائي عن بني وعن أهلي، نشأت بأرض أنت فيها غريبة فمثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي. عزيزتي صاحبة الصبر الطويل، سأواصل الكتابة إليك وإن أجحفتني بالرد، يكفيني أنك انتشلتني من غربتي وأبلغتني سعادتي، نقلتني إلى جوارك. أهلك أهلي وسياج بيتنا نهران. كمان رائعة، بس مش رأيي أنا طبعا، هذا فقط القول الفصلي لجنة التحكيم. وجميل جدا هذه الصور التعبيرية اللي موجودة في الخلف من الشاشات. دكتور عبد العزيز، شكرا جزيلا. ابنتي هدى، وفقتي في اختيار الموضوع، فأنت من العراق بلد النخيل، ونسأل الله أن تعود واحات النخيل في العراق كما كانت من قبل. أنت تخاطبين النخلة ولا تبعثين لها رسالة، ولذلك كنت أود لو كان العنوان نخلة جدي، فأنت تتحدثين إلي. وفقت في مسألة هذه المقاطع عزيزتي عزيزتي بأسماء وأوصاف الحقيقة مختلفة. أعجبتني جدا تذرفين التمرة تلو الدمعة، تعبير كان جدا موفق. قلت كنت طفلة أنتظر السفر للقائك ولقاء أهلي. يا هدى لا تشركي في الحب أحدا. الله، دعي الحب للنخلة واتركي أهلك لمكان آخر ولمناسبة أخرى. كنت أتمنى نهاية النص الحقيقة، الجملة الأخيرة لا أجد لها ذلك الارتباط القوي، لكن نص جدا جميل وموفق وخالص شهاني. شكرا. دكتور سلطان، شكرا يا هدى على هذا النص الجميل، لقد أعجبني كثيرا. شكرا. لغتك سليمة، لسانك فصيح، أعجبتني الرمزية في اختيار النخلة وارتباطها بالعراق الجميل الذي نحبه ونحب أهله. هذا النص وجدته محملا أيضا بثقافة أصيلة تستمد جذورها من الشعر ومن المكان أيضا، ومن محيطك وهويتك المرتبطة بأسرتك صحة 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 يا دكتور. على بين ما تشرب ماء أنا بدعبي بس الفراغ على السريع. كنت أتمنى إحنا في جيلنا نجد لجان تحكيم تبدي رأيها في مواهبنا، كنا نضطر نروح ندق أبواب الجيران. عندي نص أسمع أقول لك عمي روح بدنام هلا بناكل غدا ومش فنيالكم صحيح. أمامكم لجان تحكيم، تفضل يا دكتور سلطان. فقلت أن هذا النص استمد جذوره من الشعر العربي وأيضا من هويتك المرتبطة وهويتك المرتبطة بالمكان بأسرتك. هذا النص محمل بالجمال مثل ما هي النخلة محملة بالثمار والعطاء. شكرا لك يا هدى. شكرا. أستاذة روضة. شكرا جزيلا هدى، أعجبني كل شيء. شكرا. حتى هذا الارتباك والخجل في المسرح كان جميلا، أكمل النص. عرفت من اللحظة الأولى التي دخلت فيها إلى المسرح أنك خجولة، يجب أن لا تستحي من ذلك. الخجل جزء من تكويننا والحياء يزيدنا جمالا يا هدى.
أنسنت الأشجار وأنسنت كل ما ليس كل ما هو ليس إنسانا، أمر أضاف الكثير. وهذه الحوارية بين الشجرة وبين الشاعر وبين الكاتب أضافت الكثير إلى مدونة الشعر العربي والأدب العربي بشكل عام. أعجبني استشهادك بأبيات عبد الرحمن الداخل: فالنخلة أرض عربية كما يقول الراحل الجميل نزار قباني. ربما الموضوع ليس جديدا، ولكن أنا لنا أن نأتي بالجديد دائما يا هدى. هل غادر الشعراء من متردمي؟ سنظل نحوم حول حمى الكثير من الموضوعات والقضايا. الجديد هو من أي باب جديد سندخل إلى هذه الموضوعات، بأي لغة جديدة وبأي صورة جديدة سنعالج ذلك. وأنت تقرأين رسالتك إلى نخلة جدك، تذكرت كتابا جديدا صدر هذه الأيام، أمهات الأشجار. رغم أن الكتاب علمي وأصدرته دكتورة في جامعة كولومبيا تتحدث، هي عالمة في مجال البيئة، ولكن المعالجة كانت أدبية بامتياز. حدثتنا عن العلاقات السرية بين الأشجار، كيف أن الجذور في الغابة تتبادل حتى الغذاء للأشجار، وكيف أن أمهات الشجر أو أمهات الأشجار ترعى الأشجار الصغيرة. هذه اكتشافات حديثة تضيف بشكل جمالي إلى هذا الموضوع الكثير. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا يا هدى. هذا من جماليات مبادرة إثراء، هذا التنوع في جلب هؤلاء المواهب من دول عربية مختلفة. بدأنا من المغرب، الآن من العراق، أو رأينا من العراق، الآن من الجزائر. المشاركة مرام حمد صدوقي، سنشاهد فيديو وبتتفضل، وبعد ذلك لكم القول في آرائكم. منذ طفولتي كانت والدتي تقرأ لنا القصص يوميا، مما جعل القراءة جزءا من حياتي اليومية. وعندما تعلمت القراءة أصبحت أقرأ تلك القصص بمفردي، ومع مرور الوقت بدأت أتدرج في صعوبة المقروء وفي اختيار كتب تتناسب أكثر مع سني ومع تطور مهاراتي واهتماماتي. القراءة بشكل عام بدأتها بفضل عائلتي، أما المطالعة باللغة العربية فجاءت بناء على نصيحة من والدي لكي أبقى متمسكة بلغتي في المهجر، وكانت نصيحة ثمينة ودعما رائعا، فبفضل ذلك شاركت في عدة برامج ومسابقات عربية رغم أنني لا أعيش في بلد عربي ولم أدرس العربية في المدرسة إلا قليلا. بينما وقفت أتأمل النهر رأيت من بعيد شيخا يراقبني حائرا مترددا، اقترب مني وابتعد، دنا مني شارد الذهن وسأل: من أين جئت؟ أخفيت ابتسامتي وشعرت بألم في جسمي، كان يترقب ردي آملا أن أريح قلبه وأنير دربه، وبقيت جامدة لا أجد لسؤاله جوابا، فكرر: بنيتي من أين جئت؟ وبعد عناء وجدت الكلمات لها مخرجا: آه عماه، منذ أن غادرت الوطن وأنا أبحث عن وطن. كان وقع تلك الكلمات علي عظيما وازداد حلقي احتقانا، ولكني واصلت الحديث فألم قلبي أشد من آلام حنجرتي. اتسعت عيناه دهشة فشعرت أنه يريد سماع قصتي، فقلت: قبل هجرتي لم أدرك أن للغربة كل هذه الآلام والأعباء. كانت نفسي تجادلني أياماً وأشهراً في قراري، تذكرني بلذة الحياة بين أهلي، تزين لحيي وزقاقي، وأحلامي كانت لها أرض أخرى. غلبتني روح المغامرة واستسلمت لهوى عقلي، فعزمت وشددت الرحال إلى بلاد الغرب آملة أن أبلغ مرامي. هاجرت ودخلت معترك الحياة، وسرعان ما بدأت أحلامي تتداعى بين ضفتي نهر جارف. تجربة الغربة شبيهة بعبور نهر هائج،
كان هدفي عندما قاومت مياهه أن أعبر إلى الضفة الأخرى، أن أخرج من دوامة مشاكلي تاركة ورائي تيارات القلق لأنمو في تربة جديدة تخفف ألمي. ازداد النهر هيجانا، كان يبتلع كل ما يقاومه ليسجنه في قاعه، لكن شعلة عزيمتي لم تنطفئ، فقد وعدت الغريق بداخلي أني سأنقذه. كافحت الوحل ووجدت نفسي أتخبط وسط مياه عكرة تجرفني للبعيد. فجأة أحسست بألم يسري في جسدي، لمست أطرافه فإذا بنسيج خشن ينبت منه، تحسسته لأحدد طبيعته فجرح يدي بجذوره الحادة. سالت قطرات الدم واختلطت مع المياه الموحلة واختفت. بعد برهة تباطأ النزيف فتذكرت أوجاع جسدي التي تشتد مع كل خطوة أخطوها، فقررت اقتلاع تلك الجذور. اقتلعت جذرا ثم آخرا، أراحني ذلك فواصلت سيري أقتلع ما تبقى. بعد فترة لمحت ضفة النهر الأخرى بهية بأزهارها، وهناك حاولت غرس جذوري الخصبة في تربتها، إلا أنها رفضتني. سألتها لماذا؟ فأجابت لأن جذورك سقيت بماء غير مائي. حاولت مجددا فأبت. تحول أملي إلى أسى، باتت أحلامي أوهاما. بعد كل تلك التضحيات لفظتني تربة المهجر. أيقنت رغم المرارة أني لن أقبل في هذه التربة، فشققت دربي من جديد لأعود إلى تربتي الأولى لأغرس فيها جذوري المروية بماء الوطن، تلك التربة التي احتضنتني حتى كبرت، وها أنا قد غدرتها وغادرتها ظنا مني أني سأصبح زهرة نضرة. وصلت إلى أول الدرب فتفاجأت بورود وطني زاهية. نظرت إلى نفسي فرأيتني ذابلة أمامها. هرعت لغرس جذوري لعل هذا يوقف الذبول، فتيبست الأرض أمامي. عاودت الكرة فما طاوعتني. لم ترفضني أرضي وقد كبرت بمائها؟ فدنوت وسألتها ألا تتذكرينني؟ أنا ابنتك. فأجابت بنبرة حادة لم أعد أمك، اقتلعت جذورك ولم أعد آلف. كانت خيبتي كبيرة، أخبرتها مجدداً أن جذوري لا زالت على قيد الحياة، لكنها تجاهلتني. ذكرتها بطفولتي بين أحضانها فصدت عني، خلت ذاكرتها من كل ذكرياتي إلا ذكرى رحيلي. عبرت لها عن حسرتي فلامتني على ضعفي وعلى هجري لما يربطني بها. غلبني اليأس فقاطعت كلامها. حدقت إلى جذوري المتعفنة وأدركت أنني بلا تربة وبلا وطن. أيضاً رائع. كان بحسب ما يروى، بحسب، أنا ما بحب أنقل أخبار كاذبة، بس بحسب ما يروى أنه لما سئل محمد عبد الوهاب ليه ما بتلحن لأم كلثوم قبل ما يبدأ أن يلحن، قال أخشى أن يطغى صوتها على لحني. وأنا ما بدي أقول أخشى أن يطغى أو تطغى هذه اللوحات التعبيرية على النصوص، بل أخشى أن تتنافس مع هذه النصوص أو تكمل على الأقل، هون لا أخشى، فهي تكمل النصوص. شكرا لك دكتور سلطان، تفضل نبدأ بك. شكرا مرام، هذا النص أعجبني، أعجبني العنوان أيضا، ينتمي إلى النص بشكل كبير. الحوارية احتلت مساحة كبيرة من النص، كاد النص في بدايته أن يقترب من الأسلوب المسرحي، وهناك من الواضح أن لديك مقدرة كبيرة على التفاعل والأداء المسرحي بشكل جميل جدا. اللغة البصرية أيضا لاحظتها واضحة في النص بشكل كبير، يعني ونحن نسمعك ونتخيل أيضا معك المشاهد التي تصورينها لنا من خلال أدائك، كان واضحاً أن البصر هنا موجود من خلال مفردات كثيرة، اللغة البصرية، المشاهد السينمائية، المسرحية. في البداية
فقط كان عندي بعض الملاحظات التي يمكن أن تتجاوزينها مع التدريب الأكثر، مع تدربك على النص بشكل أفضل. بعض المواقف والحالات الشعورية لا تتواءم مع تعابير وجهك، يعني مثلا مفردة حيرة كان الانعكاس على وجهك بالاشمئزاز، مع أن المفردة لا علاقة لها. كنت أتخيل أن الذهول يفترض أن يكون على ملامح وجهك، لكن هذه مجرد مواضع قليلة جدا لا تفسد جمالية النص ولا تفسد جمالية أدائك يا مرام. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذة روضة. شكرا جزيلا لك يا مرام. معالجة قضية الهجرة والابتعاد والوطن والغربة الحضارية والثقافية واللغوية موضوع أيضا تم تناوله في الكثير مما كتب شعرا ونثرا وقصة ورواية إلى آخر ذلك. أعتقد أنك بذلت جهدا مقدرا لإيصال هذه الفكرة، وأنا دائمة الاندهاش بالذين نشأوا في محيط ناطق بغير العربية وأتقنوا هذه اللغة. أنت واحدة من هذه الآيات الجميلة للحرص على إتقان العربية حتى وإن لم تكن البيئة مساعدة أو المدرسة. هذا كثير بالنسبة لفتاة نشأت خارج محيطها اللغوي والثقافي. شكرا جزيلا لك على هذا. شكرا. دكتور عبد العزيز. ابنتي مرام، كما أشار الدكتور سلطان لديك ثقة في حضورك المسرحي، فهنيئا لك. أنت تعالجين قضية كبرى في نص قصير. نحن هنا أمام قضية الهوية، وهي على فكرة ليست جزائرية ولا عربية، بل هي قضية عالمية في حقيقة الأمر، والصراع بين الثقافتين. وأكاد أجزم لو أن عربيا فكر في الهجرة وقرأ نصك ربما سيغير رأيه. الجانب الآخر، الحقيقة دائما أنا كل النصوص الثلاثة طلبت من البنات العزيزات المبدعات الحقيقة حذف الجمل الأخيرة. دائما نريد أن ندع للقارئ فرصة الانفتاح والنظر للنص بشكل أكبر. تهانينا لك، شكرا جزيلا. يعني أن لا نقيد القارئ بنتيجة معينة أرادها ربما الكاتب، هيك بفهم منك دكتور عبد العزيز، صح؟ أقول أفهم منك أنه لا يقيد الكاتب القارئ بنتيجة. بالضبط. شكرا لكم، شكرا لكم حتى اللحظة، يعني احنا مستمرين. سافرنا إلى المغرب، سافرنا إلى العراق، سافرنا إلى الجزائر، نعود إلى حيث نستضاف، إلى المملكة العربية السعودية الآن. ومعنا المشاركة صفية محمد الغباري. فيديو وتتفضل. بدأت مع القراءة كانت في سن صغيرة من المرحلة الابتدائية. قراءة القصص القصيرة والجرائد كانت هي مدخلي لعالم القراءة والأدب. صرت إذا أثار اهتمامي اقتباس الكاتب معين أبحث عنه وأنقب بين مؤلفاته حتى أجد الكتاب المعين أو الذائقة المعينة خاصتي بالكتب. تجربتي مع أقراء هي تجربة مثرية وثمينة جدا بالنسبة لي. كانت خارج منطقة الراحة خاصتي، لكن بمجرد بدئي للتجربة دهست بلقائي النخبة من الأدباء والكتاب والمؤثرين والمفكرين في عالم الأدب، وكان هناك تنوع في الثقافات. لو أختصرها في جملة واحدة هي راح تكون فرصة لتغتنم. لا أعلم كيف سيؤول بي الحال إن فارقني النور، أمر معضل حقا، ففي غياب النور لا أوجد، أطوى في النسيان كما يطوي الزمن أناسا كان لهم بالأمس وجود. أما أنا فستعرفني من آثاري، لك أن تتخيل حياتي الغنية وأطوارها،
وأي رفقة قد حظيت بها. كم كنت سعيداً وأنا متمدد على أعمال ليوناردو دافنشي، أتمطى على الخشب العتيق وأوراق مخطوطاته، أشتلقي معانقاً قماش الكانفاس دينتوآت الصغيرة البارزة، أستمتع بضربات فرشاة بيكاسو على اللوحة البيضاء، وأتمدد قلقاً في زاوية غرفة المصحة التي كان فان جوخ عالقاً بها. شاهدت جنون هؤلاء الفنانين وروعة أعمالهم، ونمت ملتحفاً السماء في لوحة ليلة النجوم. هل كان لفن الظلال أن يوجد من دوني؟ فمن غيري يتراقص على الحائط والقماش مبتهجاً يجسد آثار الموجودات في العالم. أجل، أنا الظل، ظل ريتشارد فاغنر، يتوقف بنا الزمن فأصغي إليه وهو يعزف ألحانه السحرية. أنا ظل الكمان على كتف بيتهوفن، تراقصني ألحانه فألتحم به ويلتحم بي. وأنا رفيق طلالي على المسرح، شهدت آخر معزوفة له قبل أن تلتحق روحه بعالم الخلود. قديماً كنت ظلاً لقلم فرانس كافكا، وقعت في حب ميلينا وتجرعت معه الأسى. كم وددت أن أنطق لأعاتبه أو لأواسيه، لأخبره بأنني لست شبحاً يتعرى أمامه بمشاعره فحسب، بل ظل لقلمه ورفيق لألمه وصديق يؤنسه في وحدته. لحقت بناتسينكا على الجسر أحاول أن أثنيها عن ترك ذراع رفيقي الحالم، لكنها انتزعتها وركضت بعيداً عنه، تركة إياه وحده ليجمع شظايا قلبه. فلم يبقى معه غيري أرافقه لأنني ظله وأشعر بالأسى لحاله. وأحياناً عندما يغيب النور أصاب بالسقم وأعلق في دهاليز الحزن والوحدة. فكم وقفت على عتبة المسارح المغلقة التي هجرها الناس زهداً بالفن، وعدت أدراجي تواقاً باحثاً عن دور الفن، مواسياً ذاتي بزيارة متحف أو دار للأوبرا أو مكتبة في زاوية الحي. واليوم ها أنا ذا أتلصص من فوق كتفي الصفية وأعانق قلمها ليقع ظلاً على صفحات الورق، أشترك النظر لما خطت يدها، وشعور من البهجة يغمرني وأنا أراها تسرد حكايتي وولعي بالفن منذ الأزل. يعني الجميل في مبادرة إثراء أقرأ، وهي طبعاً كما قلنا من مبادرات أرامكو، إنه هؤلاء المشاركات أو المشاركين طبعاً إنه يأتون بنتاج ما يقرؤون ويعبرون عن تجارب شخصية من خلال قراءاتهم بهذه الطريقة الرائعة، فشكراً لكم. طبعاً لا تنسوا إنه في الكيو آر كود، إنه كل ما يظهر على الشاشة تذكروا إنه يمكن لكم أن تمسحوا وتعطوا آراءكم تصويتكم. دكتور عبد العزيز، بس بدي أنا تعليق سريع، إنه يمكن لكم أن توجهوا أسئلة إذا بتحبوا بدل التعليق للمشاركة أو للمشارك إذا بتحبوا. أبشر، سأفعل هذه المرة. شكراً صفية، ابنتي صفية، يعطيك ألف عافية. أعجبني الحقيقة هذه الالتقاطة، أخذتي هذا الظل الذي نراه يتحرك يميناً وشمالاً ثم نفختي فيه الروح، وأصبح بينك وبينه هذا التجاوب الحقيقة بمستوى عالي جداً يعني، فشكراً لك. نجحت أن وظفت اسمك في السياق الحقيقة لكي يعرف من لم يرى اسمك كاتبة للنص أن هذا نص صفية دون ريب. الحقيقة دعيني أسأل سؤال بناء على اقتراح الأستاذ محمد. الحقيقة حينما أشرت للجانب الموسيقي يبدو لديك اهتمام بالموسيقى بإشارتك إلى ريتشارد واغنر، بيتهوفن، طلال، ما الأمر يعني، ما الذي جعلك تستحضرين هؤلاء الثلاثة الحقيقة إضافة إلى كافكا وغيره أنت، لكن هذه الموسيقى التي استحضرتيها لهؤلاء العمالقة يعني؟ استلهمت النص بحد ذاته من ذائقتي في الموسيقى وفي الكتب والأدب، فالأسماء التي ذكرت في النص بالأصل هي جزء من الذائقة الخاصة بي. جميل. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا. دكتور سلطان. شكرا يا صفية، غريب جوابك هي على الدكتور عبد العزيز. ليش؟ لأنك استلهمتي الفكرة من الموسيقى والأصوات والألحان، ونصك بصري بامتياز، كيف يعني جمعتي بينهما؟
هذا الإبداع. أحرجت الحقيقة ما أعرف إيش أقول، بس يمكن لربما أنه وجود الفكرة بحد ذاتها في ذهني خلتني أمزج بين الاثنين. جميل، النص عجبني، وجدت أنه قابل للتمدد بشكل كبير جدا، يعني كان بإمكانك الاستمرار في وصف حياة الظل. ولفت انتباهي أن أيضا طبعا إلى جانب اللغة البصرية الموجودة في النص، ولكن هناك نفي للألوان بشكل كبير وواضح. يعني ما وجدته في النص لونان، لون الظل اللي هو أسود أو مائل إلى السمار مثلا، وبقية الألوان في طرف آخر، انتفت بقية الألوان وظلت كلها معادلة لهذا اللون الخاص بالظل. هذا النص أنا بالنسبة لي فيه كم كبير من الدهشة. شكرا لك. شكرا أستاذة روضة. مرحبا صفية. أهلا. أتفق مع أستاذي العزيز الدكتور عبد العزيز فيما ذهب إليه، ومع الدكتور سلطان أيضا في كثير من إشاراته. الفكرة مغايرة وجديدة، وجميل جدا أن نعثر على فكرة جديدة في ظل تكرار الأفكار بشكل أو بآخر واختلاف المعالجة. كما أشرت في مداخلة سابقة، أن تعثري على فكرة جديدة هذا إبداع بحد ذاته. استنطاق الظلال أمر جميل، ولكن أخذتني الغيرة يا صفية. وجدت ريتشارد، وجدت كافكا، بيتهوفن، بيكاسو، ليوناردو دافنشي، ولم أجد شاعرا. أليس لهم ظلال يا صفية؟ من؟ لماذا لم يكن هناك شاعر؟ لم يكن هناك شاعر. لأنك أنت شاعرة. بالحقيقة، بس إن شاء الله بنص شكراً آخر. شكرا جزيلا لك. شكرا 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 لكم. شكرا. مستمرون في أقرأ. طبعا ما زلنا نتنوع في البلدان العربية، بس أنا هيك لفتني إنه أسماء الآباء، يعني المشاركة الأولى إذا أنا مش غلطان مريم أحمد، بعدين هدى محمد، بعدين مرام محمد، بعدين صفية محمد. يعني جميل هذا. بكل الأحوال الآن إلى مشاركة، لاحظين مشاركة ما زلنا نقول مش مشارك. المشاركة الخامسة آية ياسر زين العابدين من سوريا. منشوف الفيديو وبتتفضل. بدايتي مع القراءة كانت تسللي إلى مكتبة بيتنا وقلبها رأساً على عقب، بحثاً عن كتب تستهويني وترضي اهتمامات الطفلة التي كنت. كنت أنجح في حين وفي حين آخر أقرأ كتباً لا أفهم منها شيئاً. كان لأهلي أكبر دوراً في استمرار شغفي بالقراءة إلى اليوم، فكانوا كلما طلبت كتاباً هرعوا بي إلى المكتبة، قريبة كانت أم بعيدة، وكانوا يخصصون لي من وقتهم وجهودهم الكثير للإجابة عن أسئلتي وتوجيه أفكاري الوليدة من القراءة. تجربتي مع أقرأ كانت أشبه بالحلم، ملتقى مليء بأناس أشبههم ويشبهونني، وفي ذات الوقت نختلف كثيراً عن بعض. أمضينا أسبوعين لا شاغل لنا إلا القراءة والكتابة، وكأننا في نعيم. تعمدت أن أرتدي أكثر قطعة ملابس مبهرجة في خزاناتي، وأغرقت وجهي بمساحيق التجميل اللامعة، لكني لم أكن واضحة في الصورة الملتقطة. كان الجميع مبتسمين ووجه أختي مشرق كالعادة، لكن مكاني في الصورة لم يكن إلا بقعة مغبشة ومظلمة. لا أدري لماذا أعادت لي الصورة المريعة تساؤلات خالجتني طويلا منذ صغري. لماذا كان من السهل لي الذوبان في الخلفية كقطعة فنية مملة في متحف مبهرج؟ لماذا كنت كالمثلث في جوقة موسيقية؟ ولماذا أنا كحبات الزبيب في كعكة طرية؟ كنت أريد أن ألحظ كزنابق مونيه، أرغب بأن أسمع وكأني تشيلو، وأن أكون قطعة شوكولاتة غنية. ما الذي يجعلني في الظلام ويجعل الآخرين منتمين إلى النور؟ هل أنا في الظلام؟ أم أن الظلام بأسره ينبع مني أنا؟ لا طالما آمنت أنني جزء منه، أنني لا ألاحظ، وأني أستطيع الطواف كطيف في الأرجاء من ناحية إلى أخرى دون أن أرى. في صفي
كنت الصوت الذي يتردد في خلفية المشهد بعد المعلمة التي تتحرك كالبندول من جانب إلى آخر. وفي الجامعة كنت أسأل عن اسمي عشرات المرات لأنه سهل النسيان. وفي العمل كنت الكرسي اللامع الشاغر الذي لا يبه أحد لفراغه. في أولى سنوات حياتي الباهتة ظننت أن النور قد يكون معدن وأني قد أنال نصيباً منه إذا التصقت بأناس ذوي أنوار معمية. بالضبط كما تصيبك الأمراض المتطفلة أردت أن أصاب بعدوى النور. أخذت أحاول جمع كل النور الفائض باسطة يدي كطفل باحث عن والدته الحنون، من أختي، من أصدقائي، ومن الغرباء، الغرباء العابرين الذين أعوم حولهم كفراشة عث سائرة نحو حتفها البديع. أدهشتني التعبيرات، تركيبات الكلمات، الإيماءات، والحلو والبغيض من السمات، ولهذا كنت أنوء بها كلها إلى نفسي، أجمعها في جعبتي ثم أطفق أخصف بها جميعاً جسدي المعتم لأحاول مواراته. لكن حتى قطع النور الثمينة التي اهترأت يداي جامعة لها لم تكن تكفي لتجعلني منيرة أو حتى لتواري عتمتي. قطعي التي آمنت أنها خلاصي لم تمنحني ما أرتضيه، بل كانت مجرد قطع إحاج تافهة لم تهبني إلا صورة مشوهة تتداعى في حضرة ظلام المستبد. لوهلة جعلتني أؤمن أنني بلغت النور وأني على الأقل كالفانوس الصغير الذي يعلقه الطفل قرب رأسه ليشعر بالأمان حين ينام. لكن لاحقاً أدركت أنني كنت في حضرة المئات من الأضواء الأخرى المعمية. لكن ما هي؟ ما هي معادلة خلق النور التي يعرفها الجميع عداي؟ ما هو الإكسير الذي يتجرعونه؟ وأين هي الشجرة التي يهزونها فتتساقط منها ثمار النور الباهية؟ من الصعب أن أخبر العالم بوجودي والجميع يفضل النهارات الدافئة. أي طيب لأحدهم عصاصة الليل عندما يكون الشروق في الزاوية؟ أردت دوماً أن أكون في النور، أن أكون الخيار الأول في كل الأمور. أظن أحياناً أنه قدر لي أن أكون سيدة في الظلام، أن أكون صديقته، لكني دوماً أتوق للثمات الضوء، لهمساته المليئة بالوعود، للمسات وكلمات تقسم بإيصالي إلى كل القلوب. النور يوحي لي أحياناً بحلول لا أعرف صحتها، مرة يخبرني بأن سرقته من أفئدة الآخرين هي حل الأمثل، ومرة أخرى يطالبني بسلخ جلدي علي أجده تحته. أظنني على وشك فقدان عقلي ومن ثم نفسي، وهذا لأنني أردت لهذه النفس أن تكون منيرة، أن يراها الجميع بأي ثمن. التقطت صورة ثانية وعندما تمعنت فيها رأيت أسام مضيئة دون ملامح في كل مكان إلا في الزاوية. كنت أنا معتمة كالعادة. جميل آية، جميل جميل. خمس مشاركات حتى اللحظة ومباشرة. أستاذة روضة، إما تعليق أو سؤال، لك الخيار. آية، كاد هذا النص أن يكون قصيدة. عالجت بجمال عالي فكرة العتمة والنور، وعندما يكون النص جميلاً العيوب الصغيرة تبدو كبيرة، وعندما تكون اللوحة رائعة أيضاً الإشارات التي في غير مكانها قد تبدو واضحة. النص مدهش والفكرة جميلة والأداء أيضاً جميل. توقفت عند بعض الإشارات البسيطة، قد يقول أحدهم وماذا تعني هذه، ولكن لا يمكن الإشارة إلى الأشياء الصغيرة إلا في مثل هذا النص. مثلاً ليتك لم تصف الأم الصورة يمد يده كطفل يمد يده نحو أمه الحنون. لم تعجبني الحنون هنا، ما كنت بحاجة إلى وصف الأم بأنها حنون. كأنك تغلقين كل الصفات الأخرى، الرحابة والسعة والمحبة واللطف والاحتواء، أشياء كثيرة جدا تغلقين بابها بكلمة الحنون، عكس وصف الفراشة بأنها تسعى نحو حتفها البديع. ما أجمل هذا الوصف للحتف بأنه بديع. هنا الوصف بديع وجميل، والوصف للأم بأنها حنون لا يبدو موفقا، لكن هذا النص رائع بامتياز. شكرا جزيلا لك يا آية. دكتور عبد العزيز، تفضل.
شكرا جزيلا. آية، أنت آية في الإبداع وفي هذه الالتقاطة الجميلة لموضوع هذا النص. الذي لاحظته الحقيقة هذه الثقافة التي ما شاء الله تجيدها آية، ربطت بين التراث وتحديدا الحقيقة في هذه النصوص القرآنية في أكثر من موضع، في أطفق أخصف ولتواري عتمتي، وفي نفس الوقت حضرت لدينا زنابق مونوي وأمثلة أخرى الحقيقة، وهذا لا شك نجحتي الحقيقة في استحضار هذه في هذا النص. أتفق مع زميلتي الأستاذة روضة، أنا قلت الأمهات لا يحتاج أن نقول الحنونة، فكلهن كذلك بالتأكيد. الجانب الآخر هو في لاحظت أنه أحيانا نفس الكلمة ربما تكون تستخدمين الكلمة أو مشتقاتها في موضعين متقاربين، مبهرجة مبهرج مواراة يواري، فاللغة العربية قادرة، وبدل مبهرج ممكن تكون مزركش خصوصا في الملابس، ربما سيجعل النص أكثر تماسكا. لكني أهنئك على هذا النص الجميل وشكرا جزيلا. حلو. دكتور سلطان، شكرا يا آية، شكرا على هذا النص وعلى هذا الحضور الجميل أيضا، ووافق يعني الأساتذة الكرام أيضا في ملاحظاتهم وإلى ما ذهبوا إليه. أنا كنت أتمنى أن أجد مفتاحا في النص على الأقل، مفتاحا واحدا يساعد على تأويل النص وفكرته بشكل جميل. يعني كاد النص أن يصل إلى مرحلة الغموض في تبيان فكرته التي تقصدينها. أنا أعرف ما الذي كنت تذهبين إليه، ولكن ربما أحيانا نحن في حاجة إلى تسليم بعض المفاتيح للقارئ للدخول عبر أبواب النص إلى ما تريدين إيصاله. ولكن ثقافتك جميلة جدا فيما يرتبط بالعتمة وبالمشهد البصري، لأن هنا كاد المشهد البصري أن يدخل في صراع شديد مع الغاء مع الظلمة. شكرا لك. شكرا يا شكرا شكرا.